المظاهر مخلة بالأمن العام، علاش وصلنا كي؟ علاش ولينا في وضح النهار المرات تبراكة، الراجل تبراكة، الديار تخلع، علاش؟ خاطر المنظومة اللي جات جديدة هذه سيبت الموبقات الكل، دخلوا للزطل، دخلوا الحربش، ميعوا الشباب، ضيعوه، شباب بطال، عاطل، 100,000 كل عام ولا قداه 100,000 تلميذ انقطع التعليم، وين باش يمشي هذاك الكل؟ والبطالة والفقر وين باش يمشي؟ باش يمشي للجريمة ويمشي للبركاجات ويمشي للسرقة ويمشي للنهب، والقوانين ميعوه، كان قبل يتكيف سيجار وياخذ عام حبس. قالوا لا نحوه العام حبس، مش معقول على السيجار ونقضي على الشباب مستقبله. اي خويا باهي كي نحيت الحبس شلون البديل نتاعو؟ خليه يتكيف ما يسالش، خلي حربش ما يسالش، انا وين نسمح؟ لا عاد متهني لا على مرتك، لا على بنتك، لا على امك، لا على روحك. انا الجمعه هذه، الجمعه هذه انا حوالي 500,000 في المترو. 500,000؟ 510,000 في المترو. كريم تاع بنتي باش نمشي نخلص لها الكريم. يا رسول الله استخلفت الرب، هذا كله مناش القوانين اللي عاملينها كيف هكي بليش الرضع ما ثماش، لا من ولا خايف، لا من بيده مستقير وعنده الحق، تو البوليس ما عادش يدخل خاطر يخاف. حقوق الانسان او ديمقراطيه او روايه كبيرتي، انا ديمقراطيه وانا حقوق الانسان، انا اعطيني ديكتاتور عادل يعدل بين الناس، ونبدا مطمئن على مرتي ومطمئن على عائلتي ومطمئن على اهلي، ويا ربي لك الحمد. العائلة هوني، رب العائلة هوني، البو يتحمل مسؤولية ولا هوني؟ سمعني كي يشوف ولده لابس عز لبسه وعنده فلوس وعز تليفون هو ما عطاهوش، هو يقول له منين؟ يا حسرة على العائلة نتاع عام 60 وعام 50، العائلة ماهيش مستقيلة، ما مضروبة على يديها. مازال البو يحكم تو، البو تو بنته تروح له السكرانة ما ينجمش يعطيها كف، يضربها يمشي الحبس، هذا كله منيش من القوانين. ها عندك مجلة حقوق الطفل ومجلة حقوق الدراسية، والبوش عنده المجلة الجنائية، يعمل حاجة يمشي الحبس، يضرب ولده يمشي الحبس، يكتف ولده يمشي الحبس. أنا عائلة تحكي عليها، والفيسبوك يفسد، والإنترنت تفسد، والشارع يفسد، والمدرسة بيدة تفسد. إيش مازلت عائلة؟ مازلت عندنا العائلة إحنا، يا حسرة على أبوك وجدك ومماتك، يا حسرة. خرجوا رجال وخرجوا أجيال، أما أنت وينو صاحبي؟ أما وينو؟ أنا عندي ثلاثة صغار اللي بهيم فيهم بكري السيس ثقفين، هذا نعيط له بهم، كي يبدا يحكي معايا قلبي يوجعني، علاش؟ خاطر يحكي في لغه نتاع الشارع نتاع تو. هاني باش نقطع وبابا هاني تو شوف نقطع شوف ما نقطع كل لغه. هذا باك فليسيس فهمت؟ فليسيس يحب يهاجر من البلاد. بيان سير يحب يهاجر، خذوه بطال. وموش ذنبه هو بطال، علاش بطال؟ خاطر الدوله قررته قرايه ما توصلوش. يا خويا انت ما اعمل برامج تاع تعليم تاع اللي تنجم تشغلها. خذا الباك وما لقيتلوش بلاصه في الجامعه، شجعوا على التكوين المهني، اعطيني ولدي عنده سنه موش محامي بطال ولا قاضي بطال ولا مهندس بطال، شنو ندب بيه انا؟ وكل بطال هذاك باش يمشي، باش يمشي للحراب، باش يمشي للزطله، ويمشي لغيرها وغيرها 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 وغيرها. هذا كلهم ناس المنظومه الله يهلكهم من عندي انا اللي جاونا من 2011 واحنا جايين، الله لا تربحهم على بعض. اليوم نحكيو على الشباب نتاعنا، اليوم نحكيو على عماد المستقبل، كيقولوا عماد المستقبل حاجه بالحق توجع القلب، كي تشوفوا شبابنا في عمر الزهور يتعاطى في جميع انواع المخدرات، حبوب الهلوسه، الخمور، كي تحكي معه تقول له علاش تمكي، يقول لك انا نحب نعيش في غيبوبه، نحب ننسى. شبابنا اللي قاعد يقوم بعمليات سلب في وضح النهار، اللي قاعد يفك ويخلع ديار تاع عباد في وضح النهار، علاش وصلنا كي؟ انت تو مازلت تحكي على المستقبل؟ مازلت تحكي على المستقبل؟ انت توا رغيت باش تعيش اليوم؟ رغيت باش تعيش اليوم؟ ميت جهادي مأيس؟ مأيس انا معرس وعندي بنيه ومرتي توا انسان، مرتي باك بلستروا. مازلت صغير، اش عمرك؟ شكون؟ عمري 27 سنه. وهاني بطال توا من العيد الكبير ما ضربتش حتى ضرب. لا مرمه لا دهن لا حتى شيء. تقول لي مستقبل وتقول لي دوله وتقول لي بلاد وتقول لي وين الدوله؟ قاري انت؟ شكون؟ مانيش قاري انا نيفيا ما نحكي لك اخي مش قاري صنعة معناتها عندك صنعة. حاجه عندي صنعة زازار تمشي له يقول لك نعطيك 300,000 في الشهر 400,000 في الشهر اش تعمل لي انا كيري وكيري قول لي مستقبل خويا يقول شنو وين المستقبل ياك تشوف فيه شوف شبي ما على بالوش عطيه اليوم يعيش حب يابطي بحر يقابل صاحبته وكذا يعمل قهوه ويروح يتكيف الزات لا ياكل دواء يشرب باش ينسى باش شنو؟
شبابنا ولا يخير اللقمه البارده على يخدم بعرق جبينه. يقول لك انا ننطر تليفون دبر في 200,000 خير نخدم عليه شهر كامل. تليفون هلا وعلى بيته هي سلكتها كما ضربهاش في وجه. الدرجة ولا عبيد ما عادش لاقي باش تعيس والله العاد لاقي باش تعيس. انا نحكي معاك تو قلت لك معرس وكذا، انا تو دينار ما تحتيش ومروح لبلاصه كان نحكيك عليها ما تعرفهاش. يقول لك انا مثلا فرش العناب، تقول لي وين هذه فرش العناب؟ تقول لي وين؟ ما تعرفهاش. تعرف خليديه؟ ما تعرفهاش. اي بعد خليديه هذه 100 كيلومتر على تونس، هذه ساعتين باش توصل الكار وسط البلاد. انا توا جيت لهنا لتونس ومشيت الراد دبرت خدمه، مشيت عزيز تحليل غاديك وزيت رجعت، ما زلت ما بديش نخدم هذه عندي جمعه توا انا نمشي ونجي. صرفته في الجمعه هذه ولدي وتسلف، هات خمسه هات 10 يرحم والديك، خلينا نشد نخدم توا ديبانيني ما فهميش. وهاني ما زلت ما بديش تقول لي انت مستقبل، مش مستقبل 500,000 توا انا مش ندخل ناخذ 500,000 والله مش داخل على الشهري، مش داخل على الفلوس. داني ندبر راسي من قهوة مرمى كذا، أما داخل الأكثرية على الكرني على بنتي و تقول لي مستخدمين مستخدمين. سامحني وسامحني في السؤال، تحس روحك تسرعت برشا، زاد مازلت صغير معناتها مازلت مش ضامن مستقبلك، مازلتك مش تكون بعائلة. هذاك كاتبه ربي هذاك، خاطر ما تدريش اليوم جيبك معبي غدوة جيبك فارغ، ما تدريش على روحك. وكتاب ده المرأة بنت حليل زادت تصبر معك عاد، نهار تاكل خبز نهار ما تاكلش نهار تشرب الماء وترقد، هذيك هي هذيك هي توا الواقع نتاعنا. هذه نشوف فيك تشوف فيه توا انت ساعات يبقى عام يعار صغير عام ويطل. يعني عندي توا من 2019 ثلاث سنين بريسك، الحمد لله يا ربي متفاهمين مع بعضنا، مانيش حتى كي نبقى انا بتان مثلا نجيب مش ما نجيبش اما على قد المستطاع. شيء يحزن القلب يسرق خطف غسل يدي باري خويا اعمل حق السعودي، السعودي شناي تسرق قصوك يديك تختفي قصوك يديك هيك ها كيف زتلة معامة فيسبا ما تنحى العام تولوا ثلاثة شهور ما حدش عاون ثلاثة شهور وتخرج على روح لحامة سبعة سنين أو يخرج توقف يمشي توقف ستة شهور سبعة شهور ويروح. شبابنا اليوم وين مش وين ماشي ماشي الهاوي ولا أقسم بالله ما عادش فيها البلاي هيك تشوف تيخرة كلها متيخرة تلقاه يضحك من برا هو قيلق من داخل. انا سالت شاب قبل قال لي انا يا صاحبي توا نحكي معاك وانا مانيش في وعي، ما نجمش نعيش في وعي، على خاطر كان نعيش في وعي راني نعمل كارثه. نحب ديما نعيش غايب في غيبوبه. علاش شباب نوصل للدرجه هذه من الياس؟ انا الحمد لله يا ربي ما عنديش لا زتله لا دواء لا ما نحكي لك ما انت تخمم من غير زتله وما غير كذا تخمم كيفاش باش تفطر كيفاش باش تاخذ قهوه كيفاش تاخذ دخانك زيد خاوه اخويا ربي يهديهم كيف الزتله واحد نقول له صايب عليك انا اخويا طريق مسدود ما عنده وين يوصل وبرا شوف حل حياتك خويا مثال اش يخدم 300 ويخدم 400 خير من اللي ما فماش ويخدم المرمى مش عيب راهي مش تقول لي اي صاحبتي نهار ما فاعل صاحبتي قالت لي ليه ما تخدمش المرمى قالت لي ليه نمشي نخدم المرمى باش توكلك هي تي باش تعاود معك تعمل خاطر تقول لك عندك فلوس ولا ما عندكش يسهل وانت تعاود معك صاحبتك بلاش فلوس ما تهبطش معك عندك فلوس تهبط معك ما عندكش تمشي مع واحد اخر من الاخر هاني ننصحك يعني اخدم المرمى اخدم في الزبل اخدم كل ما شيء نطر فلوسك هاني ننصحك